وترى كان كيبيع غير ديطاي باش يجمع الفلوس يركب بحال الفلوكة وديه للطلاين. ملي وصل تما تلاقى مع ناس صحاح صيبوا لي الوراقي وقالوا لي غادي ترجع للمغرب غادي تولي تاكل بحال هاد الحلوى وتجيب لينا وغادي تاخد فلوس صحاح. شنو هي الحاجه اللي كياكلها وسببها؟ تيغي ديال الفلوس. كيفاش حرق وشكون هما اللي كانوا سبب باش مشى تما؟ هاد الحلقه عامره غموض وغادي توريكم كيفاش بنادم كتغري الفلوس. فؤاد واحد الدري غادي تزاد في الفقيه بن صالح بحال اي دري غادي تبدا الحياه ديالو يمشي للمدرسه باش يقرا ويتعلم ولا سعفاتو الوقت وكمل تعليمه ويشد شي منصيب يصوي به حياته. وليني فؤاد لا وثم لا القرايه كانت بالنسبه لي بحال شي دري ومرات بوال ما كيتفاهموش. هنايا غادي يقرر يخرج من القرايه وغادي يولي يبيع الكارو والميكا في السواق الاسبوعيه. بغى يدخلوا باش شي حرفه وليني فين ما كيدخلوا ما كيجلس قراح شوف الدوران. هاد فؤاد كان في العشيه كيمشي وسط ديال المدينه وكيبقى يبيع ومن اللي كيعيا كيمشي يجلس حدا واحد مول الكروسه. وكان ديما فاش كتبان ليه شي طوموبيل بلاكه صفراء كيقول داك مول الكروسه شتي انا هاد البلاد ماشي ديالي خاصني نمشي لبرا ندير شي حديده بحال هادي ونجمع الفلوس وندير شي دار هايتي ونختمها بشي قهوه ونعيش حياه الابهه. كيقول لي داك مول الكروسه شتي هاد الحلم ديال العشيه ما غاديش تسلك غير هنينه. فؤاد كيقول لي ها انت غتشوف اود عم. داز الوقت وفؤاد دار شي 25 عام وبقات هذيك هي حرفته الديطاي. كان كيدير المستحيل وكان يدو مزيره وجيبو ندير ليه قفل والسيرو تصارطو باش يجمع الفلوس ويحقق الحلم ديالو. وليني كيجمع حتى كيجمع وكيخرج شي بلان من الجلب كيخربق عليه كلشي. خاصو شي 4 ولا 5 ديال المليون باش يلاه يلقى شي سمسار اللي غادي يخرجو من البلاصه اللي هو فيها ويديه للطلاين. فلوس كثيره هو بزز يلاه كيجمع مليون ولا جوج. واحد النهار الام ديالو غادي يموت بها اللي هو جدو. داك جدو كان عنده واحد البلاد فيها شي 8 ديال الخدامه. فؤاد اصاق الخبر باللي مو جاتها تحقق شي حاجه ويدورها في راسو باش يحقق الحلم ديالو. مو خاصها تبيع ويني غادي يبقى خاصو شاري ما بقاش كيمشي للخدمه ولا تيتينيني في الدار. وكل مره كيبدا يلوح الهضره لمو وتيكون عبعتي واحتقتينا باش نعتقوك. مولات كتقول انت هذا اش كيقوله الغتاني كيقول لها البلاد راه راكده ها وما حدها راكده راه انا راكد حداك انت ديري شي تاوي هي تقزو هي تقول لي تا قول لي فاش عينك. قال لها خالي. قالت لي مو مالو. قال لها دوك جوج ديال الخدامه راه باغي يعطيك فيهم 6 ديال الملايين. ها مو ما بغاتش في الاول وليني راكم عارفين الدراري الا بغاو يوصلوا شي حاجه كيبقاو يدوروا ويديروا لها الطرقان والافلام حتى كيوصلوا لها ولا فيما يدور من حداه يقول لها وراك راني كاع مشى للطلاين وانا غادي نبقى حداك هنا بايع. جمعوا الفلوس وداروا ديور وانا غادي نبقى نبيع غير الكارو. ها راه غنشرب دوا الفار وما يقدنيش. ها شرب دوا الفار تطوبك تاكل خناشي ديال الزرع ولاش غادي ديري؟ غادي نهبل ليك ونقول لهم تي سبابي وعاهبل تم قمطه في 6 ديال المليون شكون اللي غيهبل انت ولا هي؟ وي تقول لامو ها ويلي على بني كليبه. قال لها فؤاد امي واخا تقول لي بنو قريده حاشوفي كيفاش حضري لي الفلوس وشافت حتى عياش عرفات السكاع ما غاديش يهنيها. قالت والله ما في الفلوس ولا غيدير لها شي زرقه. مشات باعت لخوها ديك البلاد وجابت لي الفلوس وقالت لي ها هما الريالات كون عا راجل ولا مشيتي حمر لي وجهي قدام قبيله. قال لها كوني هانيه من هاد الناحيه. مشى دبر على واحد السمسار غير هو كيدير السفاليون وقال ليه الا بغيتي تطلين ازقي راسك في ديك البلاصه توصل وكملها في المترو. قال لي فؤاد ما كاين باس نوصلوا تما ونكملوها في الريترو. قال لي السمسار فاش؟ قال لي في الريترو. ديك الحراره كان دي الدراري غير بثلاثة ديال المليون هو الوحيد في الدوار اللي داه بخمسة. شم فيه الريحه شد من عند الفلوس السمسار وقال لي من هنايا 15 يوم غادي نمشيو. فاش وصل نهار المعلوم شد الكار باش يلحق على السمسار البلاصه اللي غادي يديروا فيها الديبار. لقاه كيتسنى فيه ركبوا في الطوموبيل حتى وصلت 12 ديال الليل. فؤاد فاش حركة الفلوك قال باي باي الفخ. ها والله قال لي مشى على الميزانيه مشات وجايه الايام ديال الزهو. يلا قربوا يوصلوا اسبانيا وهي توقفوا من مارين داتهم لواحد السنترو تهلات فيهم مزيان. هادشي وقع في 2005 كانت مازال الدعوه مزيانه في اوروبا الخدمه موجوده اليد العامله القليله يعني الفرصه ديال الخدمه ارا ما عندك الا كانت عندك الحرفه تعيش مخير. فؤاد كانت في يدو شويه ديال الحرفه ديال البني فين فيه وحتى البنيه عنده كانت قويه. ارا الايام اللي خرج من السنترو مشى سقر مع شي دراري
غير في برشلونة. ما بقاش باغي يمشي للطلاين، لا ولا تعجبه ديك البلاصة فين كاين، لقى الخدمة وكيعودوا على ديك البلاصة، الوراقي دا غير يطلعو وداك الشيء اللي بغى. تم محرك فحال الشركة ديال البني، خدام غير في النوار. تما القليل شوية ولين اللي كيشدو معلم كيدفنو. البق ما يزهق، ضرب شي عامين وكاف في برشلونة، هذا صايب الوراقي اللي كيجي المغرب من العام لعام، كيخدم 11 شهر في ديك الشركة وكياخد شهر ديال 12 كيجي فيه كونجي. أرى ليا من مورا ديك العامين، ولا فؤاد كيجي كل 3 ديال الشهر سيمانة، كيجيب لا طوموبيل لا والو، كيجي غير على 11 اللي هما رجليه وضهر بصاك فوق كتافو. هاد القضية ولات كتعاود بزاف، مو بحال الشكات. قالت لي وليدي الشكات كثرت شي نمشيو نجي، ياك ما حبسوك من الخدمة. قال لها لا الوالدة، راني كنخدم غير 20 يوم كونتيني، كناخد 10 أيام ديال الراحة. بانت عليه الفلوس بالزربة مقارنة بالدراري اللي مشاو معاه. دار مو عاود ريبه وبناها ودور عليها الصوت، ردها بحال الفيرما. مشى عند واحد السمسار ديال الديور في المدينة اللي قريبة ليه، قال لي شوف لي شي أرض تكون شوكية، راني باغي نبني فيها وندير فيها قهوة. قال لي السمسار الأرض شوكية راه كتكون غالية. قال لي فؤاد انت غير شوف لي وخلي الفلوس عليا. فؤاد بانت عليه الفلوس بالزربة، ولا دوروا ولا كيضربوا به المثال، خدام مع بني ودار فلوس كثيرة في مدة قصيرة. هذا هو الراجل وإلا فعلا شرا ديك الأرض. وهي تقول لي مو أوليدي أنت غادي كتكبر، شوف لك شي مرة اللي تكبر معاك ودير معاك الدراري، راه الوقت كتجري. قال لها الوالدة كلامك هو الكبير، شوفي لي شي بنت الناس ما حد هنايا، نضرب عليها الكاغر ونطلع عليها الباسبور باش تمشي ندفع لها التحاق ببيت زوجية ويخرجوا لها الفيزا. داك الشيء اللي وقع، تزوج بواحد بنت عمو ورجع لإسبانيا تاني بحال الفلوس موجودة. دا غير طلع لمراتو الوراقي وداها معاه، ضربت معاها مراتو شي شهر في إسبانيا ويقول لها أنا راه غادي راجع المغرب. قالت له مراتو ويلي غادي تمشي وغادي تخليني؟ قال لها غادي نريحها سيمانة ونجي، راكي عارفة كيعجبني المغرب. مين يمشي بدا كيبني في ديك البقعة اللي شرا، طلع بروميير إيطاج دوزيام إيطاج تروازيام ودار كراج كبير صيف فيه القهوة، فلوس بوكو العاقة تترعرع. سيد بانت عليه الفلوس ولا كيمشي ويجي هو ومراتو كل شهر. راه لي سيدي واحد النهار كالعادة جا المغرب هو ومراتو، جلسوا سيمانة ركبوا في الباطو باش يمشيو لإسبانيا. داك النهار كان البحر مخربق شوية، فؤاد أشد الوجع وتزير ولا غير دايز بالماء، عيام يدخل بيت الماء والو ما نفعوش، بقى كيتركل تمايا. داو داروا لي واحد الفحص في الباطو حد التلفازة، هني يا سيدي فين غادي يلقاو اللي عليه كان كيجي كل شهر. فؤاد كان كيجي يشري الطبايصلة شيش من المغرب، صايب قريطيسات ويبلعهم ويديهم إسبانيا. ديما كان كيجي دي كيلو كيلو ونص، ملي شدوه مراته قالوا لها تايا اجي نشوفو لا تكوني معاه، ولقاوها تايا صارطه كيلو، قرب الفلوس ودخلها معاه، ضربوهم بجوج بخمسة ديال السنين. وملي خرجوا رجعهم ريفولي للمغرب. فؤاد داك الشركة كيسرطو ودار لي التهاب في المعدة ولا عايش غير بليكوش فلوس الحرام. ملي جا لديك البلاصة فين ساكن خبارو داعش اش كاين مش كاين، فؤاد ومراتو ردو مريفولي. القهوة باش دارها راه دارها بالحشيش، مابقاش كيجلسو فيها الناس ديك القهوة ديالو، ولا ديما خاوي هو يقرر كرا وين يوخا كرا ديك الكري اللي كيكري كيضرب فيها شهر كتبان لي خاوية كيخليها. شاف تاعيا تزير والمرض زاد عليه، هو يقرر بيعها ومشى عاش حدا مو بقى كياكل في داك الفلوس وكيداو بيه. تا واحد النهار دمو الامانة امانتو، فلوس قادهم غير في الدو وما قدوش في ديك المرض، كان باغي يحقق مستقبله واختار طريق اللي ماشي هي. فلوس الحرام ما داموش ليه وخرجوا ليه في صحته وهو مازال صغير. داكشي علاش الخوت والله ما قليلهم داو ولا كشي راه مقطوع. وانا ياك تسالي الحلقه ديال هاد النهار، نتمنى تكون عجباتكم، تهلاو فراسكم الخوت.